هذه المواجهة، تشعر بأن هناك سيناريو آخر لهذه من الحارس إلى المرمى. سجل الحارس مصطفى زغبة بكرة قد خادعت فيكتور براغة، وبكرة قد حلق معها فارس الجنوب. الله، من المرمى إلى المرمى، الكرة في الشباك بكرة خادعت فيكتور براغة بهدف ربما يكون هدف الموسم، ربما يكون هدف الموسم، يسجل باسم الحارس الجزائري مصطفى زغبة.